كبير لنا أنه داخل قبة البرلمان التجمع يحمل هم ديال الأمازيغ والتمازيغ. ولكن خصكم تطلبوا مني شي حاجة ما طلبتوهاش مني. الاجتماع المقبل اللي غيكون في تيزنيت إن شاء الله خصني ندير الخطاب النص بالأمازيغية والنص بالعربية إن شاء الله، وغنكونوا متوفقين جميع، وغنجيو بأخبار سارة إن شاء الله، ولكن ديك الأخبار باغي نقولها بالأمازيغية، وهذيك هي الحلاوة، لأن أصلي الأمازيغي من زاكورة. من الزاوية الناصرية. وام زوار شنو هي؟ اذا التجمع خصو يكون ام زوار. تحيه لكم.